حسن ورحمة أبويا. بحبه حبيبي كل حلاوته بصوت خمره وحكاياته. هي أنت حبيبي سنة وانت طيبة يا ناصر وعقبال مليون سنة، وبنكلمك بعد ما ان شاء الله كده الاغنية هتكسر الدنيا. وسمعتها لدينا، انا بعتذر لك، سمعتها لدينا وبتقول لك بقى كل سنة وانت طيب. ولينا كل سنة وانت طيب، عقبال 100 سنة الاغنية تجنن وهتكسر الدنيا كالعادة. افضل من عمرو دياب، دينا الشربيني بتحب للمرة الثالثة في حياتها. دينا الشربيني رجع وبتصير الجدل مرة تانية وفجرت قنبلة جديدة. هو في أفضل من الهضبة وتاريخ الهضبة يا جدعان؟ هو في أجمل وأطعم من عمرو دياب؟ معقولة يا دينا الكلام ده؟ بعد ما قال عليكي فريق العمل بتاعي والدنيا كلها اتكلمت عنكو، ده الهضبة تاريخ كبير برضو. دينا الشربيني بعد عمرو دياب كانت قالت إنها حبت مرتين بس في حياتها، الأولى محدش يعرف عنها حاجة، والتانية طبعا عمرو دياب، والتالتة قالت إنه يستحق الحب أكتر من أي حد تاني عرفته. وقالت كمان إنها مرت بلحظات ما تقدرش تنساها في علاقتها لأنها كانت لحظات جميلة وصادقة، وأكدت إن ميزان الحب الذي تفضله هو الحنان والأمان والثقة. وقالوا لها أنت خطفت الهضبة من مراته، واتهامات كتير واجهتها بس هي سكتت، وقالت إنها تحملت الشائعات دي لمدة سنتين وهي مرتبطة بيه، بس في الآخر نفتها طبعا، وقالت إنه كان منفصل عن زوجته بسنين قبل ما ترتبط هي بالهضبة أصلا. وفي الآخر الهضبة ودينا الشربيني انفصلوا عن بعض، وظهرت من جديد دينا الشربيني تاني وقالت إنها بتعيش قصة حب بعد الهضبة، ورفضت تكشف أي حرف عنه، بس قالت إنها سعيدة جدا، وقالت عن حبيبها الجديد إنه الشخص المناسب اللي ربنا بعته لها في الوقت المناسب. وقالت كمان إنها حاسة إن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية. قال إيه؟ علشان هو شخص يستحق الحب الجامد قوي.